وهذا بفضل الله مكننا من أن نحقق مداخيل غير مسبوقة في هذا الدعم اللي هو خلال هذه الفترة تقريبا ديال التربية تقريبا 75 مليون ديال الدرهم إضافية، متوسط دعم سنوي 75 مليون ديال الدرهم اللي وصل في السنة ديال 2019 لرقم ديال 270 مليون ديال الدرهم، فيه كثير من الأمور التي كنا نتبعوها في التفاصيل. هذا الأجور أيضا أثمر اشتغال كبير على المداخل الذاتية وعلى المداخل المحولة والتي التاريخ ينبغي أن نقول أنها تحسنات وتماشت مع الهدف الذي وضعناه. احنا وضعنا الهدف عام ان التطور الميزانيه ديالنا ما خصوش يبقى بين 8 و10%، خارج هذه السنه الاستثنائيه كنا 11%، معدل سنوي لتطور المداخل الماليه اللي مكننا من تقليص العجز ومن تغطيه النفقات ومن اداء ديون متراكمه وغير مسبوقه، وهدف عمقه هو تدبير سياسي فيه كثير من الترشيد. لا تعود الى ارقام سبقتها اعلنتها، فليك ممكن اي واحد يمشي يدقق ترشيد غير مسبوق للنفقات الجماعيه والتطوير غير مسبوق للمداخل الجماعيه الذاتيه. بهذه المناسبه بغيت نحيي المصالح التي تشتغل في الماليه على راس السياسي والفرق ديالو، لانهم يشتغلون بصفر درهم نحيي التعويضات. وانا يضرني دائما كنقولها ان مصالح جماعيه تحصل مدينه 300 مليون ديال الدرهم وتكون متوفقه على المصالح ديال الوزاره الماليه. الموظف الجماعي ليس من حقه قانونا ان يستلم 1000 درهم بلاقي، ما كاينش حتى درهم، وهذا غير معقول لان من الظلم الذي يمارس على المجالس الجماعيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.